سيادة النائب نقطة بس عليها الأول شوية جدل، بس عايز أعرف هو خلاص كده بيطبق يا سيادة النائب صح؟ هو القانون يبتدي تطبيقه من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. تمام؟ اه واللائحة التنفيذية طلعت في الشهر اللي فات على طول. تمام؟ الحقيقة مش متذكر التاريخ. لكن دعني أقول لحضرتك، أنت الناس اللي بتعارض اللي بتقول إن قانون المخالفات ده هيشجع على المخالفات. أنا بختلف في اختلاف كلي معاهم. لان الناس مش عارفه حجم الكاسه اللي احنا فيها. حضرتك الاول كده ببساطه، انا عندي احصائيه بتقول ان عندي 1,800,000 مبنى في مصر بدون ترخيص، ما لهمش ورق في الحكومه. فانا لو اعتبرت ان كل مبنى فيه 10 وحدات فبنتكلم في 18 مليون وحده، زائد ان عندي 500,000 دور مخالف، يعني خد رخصه ارضي وخمسه وخلف الارتفاع. لو طبقت ان دور فيه 3 وحدات فبنتكلم في 19.5 مليون وحده، ده داخل الاحوزه العمرانيه، لسه ما كلمتش حضرتك على المخالفات على الارض الزراعيه. لو حطينا بقى مخالفات على الارض الزراعيه فبنتكلم في حوالي مثلا 6-7 مليون وحده كمان. انا عندي كل الوحدات في مصر 42 مليون. اما يكون عندي 50-60% من الوحدات مخالف يبقى في حاجه غلط في البلد. وده لا يتناسب اساسا مع المدن الجديدة، مدن الجيل الرابع، ولا تناسب أساسا مع العصر اللي احنا عايشين فيه. ما هو سيادة البرلمان في الحالة دي، وطبعا قبل ما أعرف رأي سيادة المستشار، لكن هو الناس بتقول المخالف اللي نفهمه إن المخالف يتعاقب بإزالة المخالفة، لكن إن احنا نقنن له المخالفة. لا لا لا، بص حضرتك، مشكلتنا في مصر دايما إن احنا ما عندناش رؤية مستقبلية. قبل ما أعاقب المخالف مش هسأل نفسي هو خالف ليه؟ وحضرتك انت تيجي تحل المشكله دلوقتي واجي اعاقب الناس واقول له انت ما تخالفش، لازم اسال نفسي كبرلمان وكدوله ليه الناس بتخالف. لو وده اللي احنا جاوبنا عليه في الاسئله وحليناه عشان ما نديش فرصه ان المخالفات تتم تاني. اسباب المخالفات حضرتك، واحد، عدم وجود احوزه عمرانيه معتمده. بمعنى ايه حضرتك؟ انا ساكن مثلا في عين شمس أو ساكن في قرية، المفروض في حاجة اسمها مخطط استراتيجي الدولة بتعمله، بتقسمه يروح للمحافظة يتعمل حاجة اسمها مخطط تفصيلي تتقسم المنطقة. للأسف الشديد القانون بتاع الحوزة العمرانية طلع في مصر في الثمانينات وابتدى يتطبق بالتسعينات. ده أدى إلى إيه حضرتك؟ مفيش تخطيط. عشان كده مفيش قرية في مصر مش عشوائية. هاتيلي قرية في مصر واحدة بس مش عشوائية. تلاقي الشارع رايح يمين ورايح شمال ورايح، فده اللي بيسبب مخالفات. ده اساسي للمخالفات. اتنين، تغيير اشتراطات المباني. حضرتك دلوقتي لما تيجي تقولي لي انا كدوله مصر الجديده المهندسين الزمالك، كانت المدن دي مصممه على ايه؟ ارضي وخمسه وفلل، صح؟ قانون البناء الموحد الحالي اللي هو قانون البناء 119 بيتيح للجهه الاداريه ان تدي اقصى ارتفاع مره ونص عرض الشارع. فاتقلبت مصر الجديده والمهندسين الى غابات من العمران. ده ادى الى ايه حضرتك؟ ان احنا نخلص الشارع اسفلت، تمام، تاني يوم نهده. ليه؟ لان بزود في عدد الارتفاعات فبالتالي بحتاج شبكات زياده. تمام كده حضرتك؟ تمام. فده كارثه. النقطه اللي بعدها عشان تمام سياده المستشار، النقطه اللي بعدها حضرتك، الناس بتلجا للمخالف ليه؟ لان دخل المواطن لا يتناسب مع تكلفه الوحده غير المخالفه. يعني حضرتك لما تيجي تشتري وحده في مخالف من غير ورق بتغذيها ب 60% من ثمن السعر الوحده الغير مخالفه، ده برضه احد الاسباب. تاني حاجه جشع بقى الناس اللي شغاله في البيزنس ده.